أهلا بكم. ما دلالات توقيت زيارة بابا الفاتيكان للعراق وما مكاسب الحكومة وأحزابها من زيارته؟ إلى أي مدى لهذه الزيارة بعد سياسي مع علم الغرب بفساد الحكومات المتعاقبة في العراق وانتهاكات أحزابها ضد العراقيين المثبتة في تقارير المنظمات الدولية؟ هل هي زيارة دينية بحتة أم أن أبعادها السياسية تغلب عليها؟ وخاصة أنه التقى برئاسات الثلاث في العراق في أول يوم وألقى فيهم كلمة. ما الذي ألزمته زيارة البابا لحكومة الكاظمي وأحزابها خلال خطاباته؟ ألم يكن المسيحيون العراقيون مشمولين بالتهجير وعمليات التغيير الديموغرافي الذي نفذته الميليشيات؟ بينما أعلن الكاظمي يوم زيارة البابا للعراق يوما وطنيا للتسامح، في حين عمليات التهجير والقتل للعراقيين سارية على قدم وساق، حيث كشفت صحيفة النيويورك تايمز في تقريرها الذي صدر بالتزامن مع زيارة البابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق عن عمليات التغيير الديموغرافي التي تنفذها ميليشيات مدعومة من أحزاب سياسية داخل مناطق المسيحيين في مناطق سهل نينوى، لا سيما في ناحية برطلة التي يقول بشأنها القس السرياني الأرثوذكسي يعقوب السعدي في تصريح لنيويورك تايمز، يقول إنها مناطق ليست لمسيحيين وكأنها مناطق داخل كربلاء والنجف. إذن مشاهدين الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على قراءة سياسية لزيارة بابا الفاتيكان للعراق ونشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. بعد عقود من التأجيل، بابا الفاتيكان فرانسيس يزور العراق في وقت عصفت آلة الفساد والفقر والوباء والظلم بالعراقيين الذين ذاقوا الويلات على أيدي الميليشيات والحكومة الحالية التي التقاها البابا في يومه الأول من زيارته التي استمرت 4 أيام. شملت زيارة البابا فرانسيس بغداد والموصل وأربيل وذقار، وتحديدا مدينة أور الأثرية على مقربة من الناصرية التي كانت تستذكر شهداء ثورة تشرين الذين قتلتهم القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها قبل أيام فقط. أقام البابا قداسا في كنيسة حوش البيعة في الموصل التي دمرت بشكل مخيف، وما زالت جثث أبنائها تحت ركام المنازل لتصمت الأسلحة. بهذه الكلمات دعا بابا الفاتيكان إلى وقف التحزب والفساد والقتل في العراق، إلا أن حرص زعماء الميليشيات الطائفية وهم يتهافتون للقائه والتقاط الصور بالقرب منه يشير إلى آمالهم بطي صفحات إجرامهم، وهم من قتلوا وهجروا المسيحيين وغيرهم. فهل يجهل البابا من هؤلاء الذين يقفون بالقرب منه؟ فيما قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن زيارة البابا كانت سياسية بامتياز من حيث الأهداف والأبعاد والتفاصيل، كما ظهر من الجولات واللقاءات والكلمات والتصريحات التي تضمنتها، وليست زيارة حج كما قال. وظهر من خلال الزيارة أنها كانت حملة مهمة من حملة علاقات دولية لترسيخ الأوضاع الشاذة في العراق وإضفاء المشروعية اللازمة على النظام السياسي العنصري فيه. الحكومة الحالية بأحزابها وميليشياتها حاولت استغلال زيارة البابا للعراق بإضفاء الشرعية لها وإزدال الستار على جرائمها، مع أنه أكد على مواجهة الفساد وسوء إدارة السلطة في العراق الذي يعاني من هبوط حاد لمستوى الحرية بحسب مؤشر منظمة فريدوم هاوس للحرية في العالم، كما أنه بات دولة غير حرة. لم يكن العراق بحاجة إلى المزيد من التصريحات والزيارات للخلاص مما يعانيه بقدر حاجته إلى من يسانده بانفكاك من قبضة العملية السياسية التي بنيت وفق نظام المحاصصة الطائفية الذي أدى إلى تدمير العراق بمكوناته الأصيلة. إذن أرحب بداية بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو. مرحبا أستاذ نظير. وبالأستاذ أرحب أحمد الجميلي الصحفي العراقي ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ أحمد الجميلي مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي ينضم معنا عبر سكايب من أثينا. دكتور فاروق الفتيان مرحبا بك. أهلا وسهلا بيك وبضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة الرافدين، وشكرا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، ما هي قراءتك لزيارة بابا الفاتيكان في ظل هذه الظروف التي يمر بها العراق؟
يعني زيارة البابا الكثير منها يعني وصفها بأنها ذات بعد تاريخي وذات أهمية كبيرة للمنطقة، بعد ديني أيضا، وبعد ديني يعني. وأنا يعني أستغرب أين البعد التاريخي الذي في هذه الزيارة، يعني فيما أعتقد أنها فقط أنها يعني تكون هي الزيارة الأولى لمن في هذا المنصب الديني المسيحي يزور العراق ويزور يعني ليس فقط مناطق دينية إنما آثار يعتقدون إنها لها علاقة في الديانة المسيحية وباقي الأديان الإبراهيمية كما يصفوها. لكن يعني يعني بالإضافة إلى أنه زار العراق بصفته الدينية على اعتباره مرجعا للمسيحيين في العالم، هو أيضا يمثل رئيس جمهورية أو رئيس دولة تسمى بالفاتيكان، لذلك كان هناك استقبال رسمي له من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، والتقى بهؤلاء الرئاسات الثلاث. وأنا يعني أنظر يعني في أول لحظة عندما سمعت بأن هذا الرجل سوف يقوم بزيارة العراق ويلتقي بهؤلاء المسؤولين، جاء على بالي بأن هذا الرجل الذي هو بهذا المنصب الديني الكبير يقدم نفسه إلى العالم بأنه هو رسول السلام إلى العالم، وهو ضد اضطهاد الشعوب وضد يعني كل ما يمس بحريات الشعوب، وبنفس الوقت هو يلتقي بشخصيات هي المتسببة في اضطهاد الشعب العراقي واضطهاد المتظاهرين، ويعني هم السبب في بناء دستور يمضي في كل هذا الاضطهاد الذي يلاقيه الشعب العراقي. بمعنى آخر وبصفته الحكومية كرئيس دولة وبصفته الدينية كمرجع ديني مسيحي، هو يعطي الشرعية لهؤلاء المجرمين، هو يعطي الشرعية لهذا النظام السياسي الذي كل الشعب العراقي يرفضه سواء مسيحيين ولا غير مسيحيين. مع ذلك هو يقوم بهذه الزيارة، وأنا كنت أتمنى لو يعني فعل كما فعل من كان في منصبه سابقا اللي هو أعتقد اسمه القديس يوحنا، يعني لم يأتي إلى العراق في حينها لأسباب، يعني بعضهم يقولون لأسباب أمنية، ولكن الجانب الآخر يعني في حينها النظام العراقي هو لم يسمح له بإتمام تلك الزيارة إلى العراق. طبعا يعني ممكن أثناء الحلقة نغطي على الموضوع الديني من هذه الزيارة والبعد الديني من هذه الزيارة. هناك بعد ديني وهناك بعد سياسي أيضا. نعم. اسمح لي أن أنتقل وأرحب بدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، ينضم معنا عبر سكايب من أثينا. دكتور فاروق يعني مرة أخرى مرحبا بك. ترى ما هي الأبعاد، أبعاد هذه الزيارة؟ أتحمل بعدا دينيا أم بعدا سياسيا؟ في يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه في أول يوم التقى برئاسات الثلاث. باعتقادي أن زيارة البابا لم تكن وليدة اليوم ولا وليدة هذه اللحظة. جرت محاولات كثيرة. أتذكر عندما كنت أنا مدير قسم أوروبا الغربية في عام 93 زار العراق، أواخر عام 93 زار العراق وزير خارجية البابا ومعه رسالة إلى الرئيس صدام حسين، والتقى الرئيس صدام حسين، ولكن الشروط التي حملتها تلك الرسالة رفضها العراق بشكل كامل. ونفس المحاولات جرت نهاية عام 99، وأعتقد أنه تم تسليط الضوء على الأسباب التي دعت إلى النظام العراقي لرفض هذه الزيارة. إذن الزيارة تحمل طابع سياسي وتحمل طابع ديني. إذا أردنا أن نأخذ الجانب الديني، الجانب الديني إذا أرادوا أن يقول أن هذا المكان مكان سيدنا إبراهيم، فسيدنا إبراهيم طرد من أور، والرسالة أرسلت إليه وهو في أرض فلسطين، ومن فلسطين رفع القواعد في بلاد مكة في مدينة مكة المكرمة. فإذا بعد ديني من الناحية التاريخية أعتقد هم هذا البعد غير موجود، ولكن باعتقادي أنه البعد السياسي هو أقوى من البعد التاريخي والديني. والبعد السياسي المراد منه أولا
مجرد لقائك في هذه المجموعة وإلقاء كلمة في قاعة تضم أكثر من 300 أو 400 شخص، معظمهم ملطخ أيديهم إما بدماء العراقيين وإما بأموال الفساد اللي سرقوها من العراقيين. فلذلك هي تأخذ الطابعين، الطابع السياسي بالدرجة الأولى، وحاولوا أن يضفون عليها الطابع الديني والتاريخي باعتبار أنه البابا يمثل رمز الكنيسة الكاثوليكية في العالم. نعم. أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، مرحبا بك مرة أخرى. زعماء الميليشيات في العراق يتهافتون على لقاء البابا، البعض يرى أن هذه كلها من أجل إسدال الستار على الجرائم التي ارتكبت في الموصل. كيف تفسر تهافت زعماء الميليشيات على بابا الفاتيكان عند زيارته إلى العراق؟ نعم، في الحقيقة هذه النقطة كانت تمثل خيبة أمل كبيرة للعراقيين في داخل العراق عندما شاهدوا أغلب رؤساء الكتل السياسية وأغلب قادة الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة متورطة بقتل العراقيين كانت متواجدة في قصر بغداد عندما دخل البابا بعد انتهاء مراسم الاستقبال مع الرئيس العراقي برهم صالح، دخل إلى قاعة الاستقبال واستقبله جميع قادة الكتل السياسية بضمنهم عادل عبد المهدي الذي أوغل بدماء المتظاهرين، وكذلك ريان الكلداني الذي هو يقود ميليشيا بابليون المتورطة بعملية خطف وقتل النازحين ومن منطقة الصقلاوية والفلوجة، وهذا الشيء مثبت بالفيديو وبالصور. لذلك هذه اللقاء والكلمة التي ألقاها التي كانت تحمل عبارات مثل بوريكتوم وغيرها من العبارات التي كان يستخدمها البابا في الحقيقة كانت تمثل صدمة كبيرة للعراقيين. لذلك حاولت الجهات المنظمة صرف أنظار العراقيين نحو هذا اللقاء وسلطوا الضوء على حفل الاستقبال وكذلك على لقاء البابا بعلي السستاني المرجع الشيعي في النجف. أيضا هنا نرصد يعني بعد سياسي يتمثل في أن الرابح الأول والأخير من هذا اللقاء كان مرجعية النجف التي رأت موقفها السياسي والديني قد تعزز كثيرا بعد لقاء البابا فرانسيس بعلي السستاني، رغم أن اللقاء كان في الحقيقة يعني تشوبه الكثير من الغرابة وكان لقاء مبهم حيث لم يخرج للإعلام ولا كلمة واحدة من الكلمات المسموعة التي نطقها علي السستاني بالبابا فرانسيس، بل أن المنظمين اكتفوا بالإشارة إلى أن البابا رحب بالبابا فرانسيس وأيضا دعا إلى أن يحل السلام في العراق وفي ربوع العالم ودعا إلى الحوار، وكذلك دعا عزز أو يقال أنه تحدث عن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع التي حاول المكتب الإعلامي للسستاني إيصالها واستغلال زيارة البابا. طيب أستاذ أحمد ابقى معي أستاذ أحمد الجميلي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني الدين المسيحي والدين الإسلامي يعني دينان يتشاركان في مبدأ التسامح ومبدأ كل يحمل كل القيم الطيبة الخيرة لكل المجتمع. يعني عمليات القتل التي ارتكبها أو ارتكبتها الميليشيات في العراق، منها طبعا ميليشيا بابليون، ريان الكلداني زعيم هذه الميليشيا متهم بقتل سكان الموصل، يعني بارك بابا الفاتيكان لهذه الميليشيا ولزعيم هذه الميليشيا. كيف يمكن أن يستوي البعد الديني قيم التسامح مع عمليات القتل التي حصلت في الموصل ضد سكان نينوى؟
هذا هو المستهجن من هذه الزيارة. يعني أقول لك حقيقة، أنا كنت أراقب يعني وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواعها، وأرى ما كان يريد الشعب العراقي من زيارة البابا للعراق. حقيقة كان أحد أهم أهداف المتظاهرين وعموم الشعب العراقي هو أن يكون زيارة هذا البابا أن ينقل الصورة على حقيقتها، ما يحدث في العراق من اضطهاد لهذا الشعب، من قتل لهؤلاء المتظاهرين المطالبين بحقوقهم العادلة. ولكن الذي حدث أن هذا البابا وضع يده بأيدي القتلة، وضع يده بأيدي من سفك دماء العراقيين، فكيف يدعي بأنه جاء يعني يلغي هذه الأحقاد ويشيع السلام ويدعو إلى السلام والوئام بين جميع الأديان؟ الأمر الآخر يعني تجده هو يقيم قداس في الموصل ومن خلفه الأنقاذ التي يعني أنقاذ البيوت والكنائس والجوامع وكل شيء في الموصل، وهذه ما هي إلا نتيجة لأعمال هذه الميليشيات التي دمرت المدينة بحجة محاربتها لداعش، وهذه الميليشيات نفسها هي من تحصل المباركة من قبل البابا. يعني هناك تناقض صارخ لهذا الموضوع. أنا أقول لك يعني هو بزيارته هذه لم يكن مهتما بما يحدث للشعب العراقي، هو جاء لأهداف أخرى لا تتعلق يعني حقوق الشعب العراقي والظلم الذي يقع عليه. هو ما هو إلا يعني يقوم بإرسال رسالة جديدة لإعادة موضوع السلام مع يعني الكيان الصهيوني، وتبرير موضوع يعني وحدة الأديان أو ما يسمى بالديانة الإبراهيمية. وقد أشارت يعني حتى وسائل الإعلام الخليجية لبعض دول الخليج أشارت بأن البابا أقام صلاة إبراهيمية في منطقة تؤور يعني عند الزقورة، على اعتبار يعني كان يدعون أن هذا المكان هو مولد النبي إبراهيم عليه السلام، وطبعا هذا الأمر مشكوك فيه، يعني لا يوجد تأكيدات على هذا الأمر. نظر يعني الأبعاد السياسية هي تغلب على هذا الأمر. نعم يعني نعم. هناك تطورات كثيرة حصلت قبل زيارة البابا بابا الفاتيكان. هناك جو بايدن مثلا قدم إلى إدارة البيت الأبيض، هناك تطورات فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران. يعني هذه الزيارة يراها مراقبون أنها تضفي طابع الدعم لعمليات القتل والتهجير واستمرار نشاط الميليشيات المدعومة إيرانية. بل الأمر واضح جدا بأن يعني هذا البابا اللي هو يعني مدفوع غربيا يعني أجاء ليعطي شرعية لهذا النظام، ويدافع عن أنه ضرورة إرجاع النازحين المسيحيين الذين تم تهجيرهم أيضا على أيدي الميليشيات التي التقى بها. طيب هنا اسمح لي في هذه النقطة أن أنتقل للأستاذ الدكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق، يعني بابا الفاتيكان دعا المسيحيين إلى العودة إلى مناطقهم، كيف يعودون إلى مناطقهم ومناطقهم مدمرة؟ لو تسمح، أولا البابا لا يمتلك عصا موسى كما يقال، وهو غير قادر على التغيير لا في العراق ولا خارج العراق. نعم هو يملك سلطة دينية ومدعوم من قوى خارجية، ولكن أنا أعتقد أنه دعوته للمسيحيين لن يستجيب لها أي شخص من الذين غادروا العراق، لأن غادروا العراق نتيجة أوضاع سيئة، نتيجة تسلط الميليشيات. لا زالت الميليشيات تتسلط على أكثر المدن الموجودة، سواء كانت في الموصل أو المدن المجاورة للموصل، القرى المسيحية أو في بغداد أو في البصرة أو في أي مدينة من مدن العراق. فالذين هاجروا نتيجة الاضطهاد والضغط اللي مارسته الميليشيات، لا زالت هذه الظروف موجودة، ولا زالت الميليشيات تمارس ضغطها وإجرامها بحق سكان العراق، ليس المسيحيين فقط. وإنما أنا هنا في اليونان، استقبلت اليونان خلال 5 سنوات عشرات الآلاف من العراقيين، معظمهم من مختلف الطوائف، من مختلف المذاهب. ليس فقط العراق يتعرض من شماله إلى جنوبه. المظاهرات التي جرت من ثورة تشرين ولحد الآن 90% من المشاركين
فيهم من أبناء المحافظات الجنوبية إذا أردنا التسمية من أصحاب المذهب الشيعي. ولكن إذا الضد الاضطهاد اللي يتعرض إلى العراقي سواء كان مسيحي أو غير مسيحي لا زال قائم، فدعوة البابا لا أعتقد أن أحد سيستجيب لها طالما هذه السلطة موجودة. ثم مضاف إلى ذلك أنه إذا كان البابا أو كان السيستاني الشخصين أيدوا الاحتلال، والشخصين سواء كان البابا بسلطته الدينية لم يدعوا في يوم من الأيام إلى رفض الاحتلال أو إلى إيقاف النزيف اللي كانت تمارس القوات الأمريكية في العراق خلال الأعوام 2003 4 5 إلى 10 بعدها تغلغل الميليشيات. السيستاني نفس الشيء ينطبق عليه، ما ينطبق على البابا ينطبق على السيستاني، جير الدين والفتوى الدينية لمصلحة فئة سياسية عندما أفتى باتجاه الدستور وأفتى تجاه الحكومة. لا زالت إذن هذا اللقاء اعتبره أني هو لقاء لخدمة العملية السياسية. دكتور فاروق اسمح لي بهذا السؤال، يعني ما هي المكاسب التي اكتسبها أو حصلت عليها الحكومة وميليشياتها وأحزابها من زيارة بابا الفاتيكان؟ أنا باعتقادي أنه على الصعيد الواقع لم تحقق أي نتائج إيجابية بقدر ما هي نتائج دعائية. يعني لا استطاع البابا أن يوقف الفساد، ولا راح يستطيع البابا أن يشيل الضغوط اللي تواجهها الحكومة من قبل قطاعات كاملة من الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ولا راح يستطيع البابا أن التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي أن حل هذا التدهور من خلال زيارة بسيطة استمرت 3 أيام. الاستفادة هي على الصعيد الدولي أو على الصعيد البروباغندا السياسية، نعم حققوا هؤلاء من خلال الصورة الجيدة اللي قدموها من خلال الاستقبال، من خلال الحفل، من خلال، ولكن هذه ستمضي بعد 3-4 أيام الإعلام ينتهي حتى التغطية لهذه الزيارة، ولكن المردود الأساسي لهذه الزيارة هي فتح أبواب العراق إلى التوجه الموجود لدى البابا بما يسمى بالتآخي بين الديانات الثلاث أو اعتبار أور منطقة مقدسة للأديان الثلاث، وهنا يكمن الخطر في التوجهات السياسية اللي مستمرين عليها من بداية التسعينات، والآن استطاعوا أن يضعوا حسب ما أعتقد القدم لأول مرة في أرض أور بعد مرور أكثر من 30 عام على هذه التوجهات. نعم أستاذ أحمد الجميلي، يعني ما هي المكاسب التي حققتها حكومة الكاظمي من زيارة بابا الفاتيكان؟ كما هو معلوم أن الوضع في العراق هو مختنق اقتصاديا ومختنق من جميع الجهات، هناك مطالبات شعبية بإسقاط نظام قائم على المحاصصة لأنه لم يلبي نهائيا طموحات الشعب العراقي منذ 18 سنة. إذن المكاسب هنا التي صبت لصالح الحكومة وأحزاب الحكومة، ما هي من وجهة نظرك؟ نعم أنا أتحدث من وجهة نظر الشارع العراقي ومن وجهة نظر الشباب المتظاهر الذي تظاهر لأكثر من عام وجوبها بالقتل والاعتقال والخطف والتخوين والتشهير. هؤلاء يروا أن زيارة البابا ولقائه بقادة الكتل السياسية والميليشيات قد يعني أضفى عليهم الشرعية، هذه الشرعية التي حاولت انتفاضة تشرين خلعها عن هذه الطغمة الحاكمة، وبسبب ما يعني التعامل الدكتاتوري والتعامل القمعي الذي جوبها به المتظاهرون. رغم أن حكومة الكاظمي يعني من الواقع العملي هي حكومة يعني في نهاية عمرها السياسي، إلا أن
زيارة البابا قد أعطت لهذا النظام السياسي الذي جاء إلى العراق بعد عام 2003 وبعد الاحتلال الأمريكي المشؤوم، هذه الزيارة للأسف أعطت الشرعية لجميع هذه الكتل السياسية، ولذلك نرى أنهم يحاولون اليوم يعني استغلال هذه الزيارة من أجل تعزيز مواقفهم السياسية ونسب نجاح هذه الزيارة من الناحية التنظيمية ومن الناحية الدينية والروحية لكتلهم. لذلك هذه كانت في الحقيقة يعني صدمة كبيرة للشارع العراقي. ومن جانب آخر أيضا هذه الزيارة جاءت أيضا من أجل تثبيت حقوق المسيحيين في العراق، هذه الطائفة التي كغيرها من الطوائف العراقية لاقت الويل وتعرضت للتهجير وتعرضت لسلب ممتلكاتهم على يد ميليشيات وعلى يد أحزاب وعلى يد عصابات خارجية. وفي ذات الوقت التقى بجهات سياسية متهمة بالاستيلاء على أموال المسيحيين وأراضيهم. ولعل ما يجري في سهل نينوى من قيام ميليشيات تابعة للحشد الشعبي بالاستيلاء على مساحات شاسعة في مناطق سهل نينوى وما حولها ورفضهم عودة المسيحيين إلى تلك المناطق خير شاهد على هذا الكلام. نعم أستاذ أحمد الجميلي، إذن نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق. إذن تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام ولازلنا في قراءة سياسية لزيارة باب الفاتيكان للعراق وحلقة تحت الضوء. أستاذ نظير بالعودة إليك، يعني أستاذ أحمد الجميلي يعني تحدث عن استغلال من قبل السياسيين لهذه الزيارة وأحداث هذه الزيارة من أجل تعديل مواقفهم السياسية، أيضا من ضمن أهداف يعني باب الفاتيكان عندما جاء العراق في هذه الزيارة هي تثبيت حقوق المسيحيين. يعني هنا في خطاباته البابا في خطاباته لأحزاب الحكومة، ما الذي ألزم حكومة الكاظمي وكذلك أحزاب الحكومة وميليشيات الحكومة من خلال خطابات بابا الفاتيكان ومن خلال مراقبتكم ومتابعتكم؟ كيف تستنبطون هذه المتطلبات أو الالتزامات التي ينبغي أن تقوم بها حكومة الكاظمي وفق هذه الزيارة؟ أخي الكريم، يعني لا يوجد أي إلزام لهذه الحكومة ورموزها على استجابة لمطالب البابا. البابا لا يمتلك عقوبات اقتصادية يسلطها على النظام ولا عنده جيش يقدمه على يهدد به هذا النظام، لذلك هو إلزام أخلاقي. والغريب أن تلزم شخص لا أخلاق له ولا شرف له بأن يبر بالتزامات أخلاقية. أنا أعتقد وكما ذكر ضيوفك الكرام بأن المطالب التي يعني طالب البابا فيها حكومة العراق سوف لن تتحقق شيء بالنسبة للمكون المسيحي،
وسوف يعطوه الكلام المعسول، ولكن على أرض الواقع يستمر التغيير الديموغرافي كما هو، لأن الأمر ليس مرتبط أصلا حتى بالحكم العراقي، إنما مرتبط بدولة جارة هي تريد هذا التغيير الديموغرافي. الأمر الآخر، يعني من الغريب أن تجد يعني البابا وبحضور هؤلاء السياسيين وزعماء الكتل والحكومة ويوصيهم بمحاربة الفساد وإرساء السلام بالمجتمع العراقي، ولا يعلم أنه هو يخاطب من هو فاسد ويخاطب من هو قاتل ويده ملطخة بالدماء، وهذا تناقض. ولا أقول أن البابا لا يعلم بهذا، هو يعلم تمام العلم ما يحدث في العراق. الشيء الآخر الذي يؤاخذ عليه البابا أنه لم يشير إلى تظاهرات الشعب العراقي المستمرة، يعني التظاهرات الأخيرة مستمرة منذ أكثر من سنة ونصف، قتل من قتل وخطف من خطف، ويعني العالم كله سمع بها، ولكن لم يشير بحرف واحد. وعندما ذهب لزيارة أور وصلى فيها صلاته كان على بعد أمتار يقتل الشباب فيها، يعني لماذا لا يسلط الضوء على هذا الأمر؟ شيء آخر، هو يذكر بالاسم على موضوع تهجير المسيحيين والأيزيديين، ونحن نتفق معه أن هذا المكونين قد لاقوا من الظلم الكثير، لكن هذا ظلم هالمكونين لا يشكل 1% من ظلم مكونات أكبر منها ويعني أكثر منها لاقت هذا الظلم. يعني السنة هدمت مدن كاملة، لديهم من النازحين والمهاجرين والمغيبين ما يصل أعداده إلى الملايين. يعني الآن احسب لي كم يوجد من هذا المكون خارج العراق، كم يوجد من هذا المكون في مخيمات النزوح، كم توجد من حواضر دمرت لهذا المكون، لماذا لم يشير له؟ بمعنى أنه هو ينظر بنظرة أحادية ولا ينظر للعراقيين بشكل عام بأن الجميع قد لاقوا الضيم من هذا النظام العراقي. اسمح لي نتحول بالسؤال للدكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق، ماذا لو تحدث باب الفاتيكان عن ثوار تشرين وعن الثورة السلمية التي تقمع وتقتل بالحديد والنار؟ هل ترى أنه إن تحدث في ذلك هل يمكن أن يثبت حقوق هؤلاء، في حين أنه طبعا يتحدث عن تثبيت حقوق المسيحيين في العراق؟ كما ذكر ضيفك الكريم الأخ نظير أنه البابا لا يمتلك لا قوة، وكما ذكرت أنه لا يمتلك العصا موسى والعصا السحرية. بالوقت اللي كان يلقي كلمته في أور كانت المظاهرات التي تجري في بابل تتعرض إلى الضرب والقنص والاستخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الغازية على بعد كيلومترات، مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه كان على بعد أمتار من ساحة الحبوبي، لم يشر بأي إشارة إلى ثورة اجتاحت العراق منذ تشرين الثاني 2019 ولحد الآن، غيرت حكومة ونفس الشخص اللي متهم باغتيال بقتل المتظاهرين وإيده ملطخة بالدماء استقبل البابا وصافح البابا. إذن العملية مثل ما ذكرت أنه العملية السياسية، هو لم يأتي لمصلحة الشعب العراقي ولا لمصلحة ثوار تشرين، وإنما جاء بمخطط، هذا المخطط مدروس، وكما ذكرت المحاولات تجري من بداية التسعينات. والمسألة الأساسية اللي ما أثيرت وربما تثار لاحقا هي مسألة التطبيع ومسألة التواجد اليهودي في العراق وتثبيت حقوق لليهود من خلال ما ثبت الديانات الثلاث، والمقصود بالتآخي بين الديانات الثلاث هي اليهودية والمسيحية والإسلام. أعتقد أنه المغزى الأساسي هو الخطوة الأولى نحو تطبيع العراق مع الكيان الصهيوني، أو على الأقل فتح أبواب إلى هذا الحوار أو إلى هذا اللقاء استطاع البابا بخلال هذه الزيارة أن يكسر الجدار الذي كان واضع، سواء وضعت الحكومة العراقية السابقة أو وضعها العراقيين بصورة عامة على مسألة التطبيع. فباعتقادي أنه هو لم يحقق للشعب العراقي لا للمتظاهرين ولا للآخرين المظلومين. طيب، شكرا لك دكتور.
بالعودة إليك أستاذ أحمد الجميلي، على ذكر التطبيع، يعني كل هذا الحراك من أجل أن يطبع أو تطبع الحكومات في العراق مع الكيان الصهيوني، يعني أساساً هذه الحكومات هي من جاء بها بحسب ما يرى محللون أن من جاء بها هم الأمريكان في الاحتلال الأمريكي للعراق. يعني هل يتطلب كل هذا الأمر؟ يعني العراقيون كثوار كسلميين كتظاهرات يقتلون بكل بساطة، منظمات والتقارير الدولية تتحدث عن الانتهاكات في حقوق الإنسان داخل العراق، كلها يعني لم يسلط عليها الضوء خلال زيارة البابا، أو حتى وإن سلط عليها الضوء ولكن بشكل يعني قليل. لماذا لا تثار هذه القضايا في حين يتم فقط التركيز على مواضيع لها علاقة، يعني إن صح التعبير، بالعنصرية؟ يعني جاء مثلا لنصرة أهل دينه في العراق ويغض الطرف عن ما يجري من انتهاكات وعمليات قتل على يد الميليشيات من باقي المكونات الرئيسة في العراق. هل ترى أن من يرى ذلك له جانب من الصواب والصحة؟ نعم، في الحقيقة يعني من ضمن الأشياء السلبية التي لاحظناها على هذه الزيارة هي مسألة إثارة مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني في لقاء اعتبره الكثير بأنه لقاء بين سلطتين دينيتين روحيتين لديهم أتباع كثر في العراق وفي العالم، لكن نعتقد من أن إثارة هذه النقطة جرى بدفع من جهات على صلة بالمصلحة الإيرانية في العراق والنفوذ الإيراني في العراق. لطالما لعبت إيران وأحزابها وميليشياتها على هذه النقطة بالذات، وحاولت استغلال مشاعر الناس وتوظيفها لخدمة مشروعها في العراق في نفس الوقت غض البابا، وكذلك الإعلام الذي رافق زيارة البابا الطرف عن ما تعرض له العراق من انتهاكات مستمرة على مدى أكثر من 16 عاما. وأيضا في الحقيقة هذه الزيارة كشفت عورة الحكومة العراقية من أنها لم تقدم شيئا يذكر للعراقيين من خدمات ومن بنى تحتية. أنا كصحفي كنت في الناصرية قبل عدة أيام من زيارة البابا وشاهدت كيف أن هذه المدينة العريقة تفتقر لأبسط الخدمات، ولا يوجد فيها خدمات أساسية ولا يوجد فيها بنية تحتية تصلح للعيش الإنساني. لذلك كنت يعني أعطي الحق الكامل لشباب هذه المدينة لأن يخرجوا على الحكومة يطالبوا بحقوقهم المكتوبة. هنالك رسائل كثيرة في الحقيقة سلبية رافقت هذه الزيارة، ولكن الجهات السياسية حاولت تطويع هذه الزيارة واستخدامها من أجل تعزيز مواقفها السياسية ومصالحها. نعم، أستاذ نظير، كيف تنظر إلى موضوع يعني إهمال قضية الشارع العراقي الرئيسية، ويعني استهداف موضوع المصالحة، عفوا التطبيع مع إسرائيل؟ هل ترى أن هذا الأمر هو هذا أمر رئيسي فعلا؟ هل الحكومة إن صح التعبير على هذا المستوى العالي من الالتزام بالمبادئ القيمية والإسلامية، بحيث أنها ترفض يعني التطبيع إلا بقدوم شخصيات دينية دولية؟ الأمر ليس هكذا. أنا أعتقد أن الزيارة يعني لكل طرف له يعني أهداف منها، سواء البابا أو الحكومة العراقية، وأرى أن الاثنان قد حقق يعني ما أراد من هذه الزيارة. الحكومة العراقية أصبحت يعني أكثر شرعية ومقبولية أمام الغرب بدليل زيارة شخص مهم يعني دينيا وحكوميا كرئيس دولة
أن يزور هذه المنطقة، بدليل أن الكاظمي ماذا فعل؟ جعل من زيارته يوم وطني يحتفل به العراقيين. يعني إحنا ناقصين أعياد وناقصين أيام وطنية اللي هي نص السنة، وضاف لها يوم آخر عيد يحتفلون به. بالنسبة للطرف الآخر البابا ماذا استفاد من هذا الموضوع؟ هو لم يأتي لمصالح الشعب العراقي، بل حتى أعتقد أن حتى مصلحة المكون المسيحي هو لم يدافع عليها بالقوة المطلوبة، لأن هذا مكون قد ظلم كثيرا، لكن حقق ما كان يريده وهو موضوع التطبيع كما أشار ضيوفك الكرام. أنا أقصد أخي الكريم، يعني التطبيع بدأ منذ يعني السبعينات من مصر إلى الأردن ثم دول الخليج، والآن توجد دول أخرى واقفة على الطابور تريد أن تطبع مع إسرائيل، لكن هذا التطبيع هو تطبيع مع الأنظمة، والأنظمة لا تعني معناها الشعوب قد طبعت. الآن هم جاءوا بفكرة جديدة، يريدون أن ينقلوا هذا التطبيع من مستوى الأنظمة إلى مستوى الشعوب. من خلال ماذا؟ من خلال شيء حساس جدا على المواطنين العرب والمسلمين، وهو الدين. جاءوا ببدعة سموها الديانة الإبراهيمية، وبأن أور هي منطقة حج كما هي الكعبة كما هي البيت المقدس، وبالتالي سيكون مفتاح جديد لزيارة بقية الأديان والحج إلى هذا المكان. بل لماذا نذهب بعيدا؟ هناك أحد يعني ملالي العراق اللي اسمه فرقد القزويني اعتقد، ادعى بانه هذه المكان الذي يجب ان يحج اليه وليس الى الكعبه، وذهب الى الحاج وجاء بعض السذج وراء لابسين الاحرام ويحجون. اخي الكريم، هم يريدون ان يستبدلوا مسار التطبيع من سياسي إلى مسار ديني، وهنا تكمن الخطورة، لأن هذا التدليس وهذه البدع إذا ما تم تدليس على المواطنين سيكون هناك تطبيع حقيقي ولا يقف أمام شيء. الآن هي العقائد هي التي تقف أمام التطبيع مع دولة لقيطة مثل إسرائيل. طيب دكتور فاروق الفتيان، البعض يقول بأنه يعني الحكومة ليست بحاجة للبابا لكي يأتي ليضفي عليها شرعية أكثر أو للأحزاب أو للميليشيات، فهي اكتسبت شرعيتها من يعني من واشنطن، من الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 بعملياتها السياسية وبنظامها المحاصصي وإلى آخره. هل ترى أن هناك مستجدات ربما تطرأ على الوضع العراقي، على الملف العراقي من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مع قدوم بايدن إلى البيت الأبيض؟ أعتقد أن مسألة المتغيرات اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط خاصة خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية حتمت على النظام العراقي أو السلطة العراقية، السلطة الحاكمة العراقية، أن تسير وفق هذا وفق هذه التطورات أو وفق هذه الموجة واللي هي موجة التطبيع. لكن ربما لأن الأحزاب السياسية الدينية المرتبطة بإيران ربما تطرح شعارات الموت لإسرائيل وتحرير البيت المقدس، هذه الشعارات الجوفاء اللي نسمعها من عام 79 ولحد الآن من قبل النظام الإيراني وأتباعه. هذه الموجة اللي اجت الآن ربما من خلال زيارة البابا، ومن خلال قبل زيارة البابا الحقيقة اللقاء الثلاثي العراقي الأردني المصري هو ضمن نفس هذا المحور، ضمن نفس هذه التوجهات باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولذلك مجيء البابا مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه أراد أن ينقل المسألة من الجانب السياسي إلى الجانب الشعبي أو الجانب الديني حتى يأخذ بعد آخر، وتصبح مسألة التوجه إلى أور من قبل اليهود ومن قبل المسيحيين ومن قبل المسلمين بالأقطار العربية والإسلامية الأخرى إلى أور باعتبارها مدينة ذات طابع إسلامي، ذات طابع ديني ومدينة مقدسة. هذه أعتقد هي أحد الأهداف وليس الهدف الأساسي من هذه الزيارة. نعم. أستاذ أحمد الجميلي، هل ترى أن العالم ربما أو المجتمع الدولي سيكون له توجه جديد بالنظر إلى ما
إلى الدمار الحاصل في نينوى أو في مدينة الموصل والذي إلى الآن هي عبارة عن أطلال، هل ترى أن هناك توجه ربما لإعمار المدينة من جديد؟ أستاذ أحمد الجميلي، فقدنا الاتصال ربما مع الأستاذ أحمد الجميلي. أستاذ نظير، إليكم السؤال. يعني أقول لك بمنتهى الصراحة، كثير من المتظاهرين ومن من الوطنيين العراقيين كانوا يعولون على زيارة البابا، ليس لشخص البابا ولا لمكانته، ولا نحن نعرف من هو البابا ونعرف الفضائح التي ترتكب بحق الأطفال في كنائس الفاتيكان، لكن نقول أن الفاتيكان كانت لديه تغطية إعلامية، وكان الوطنيين العراقيين والمتظاهرين يحاولون الاستفادة من هذا التغطية الإعلامية لإيصال رسالتهم إلى العالم، ليلفتوا نظر العالم ماذا يحدث في العراق، ماذا يحدث من قتل وانتهاك وامتهان لكرامة الإنسان. مثلا الزيارة إيجابية من حيث أن العالم الآن انتبه إلى الدمار الحاصل في نينوى وعمليات الإعمار التي لم تبدأ؟ لا أخي، لم ينتبه. لماذا؟ لأنه لم يتكلم بحرف واحد على هذا الموضوع. هو يعني فقط كان يدعو إلى السلام ويدعو، وماذا عن هذه الجرائم التي تنتهك؟ وماذا عن المجرمين الذين انتهكوا هذه الجرائم؟ يعني ألا يفترض أن يقدموا العدالة؟ وكيف بك بزيارتك أنك قدمت الشرعية لهؤلاء المجرمين؟ هذا الأمر يعني لا يمكن قبوله. أنا أقول يعني وجه رسالتي إلى الشعب العراقي، يا شعبنا، بأن لا يوجد هناك من المجتمع الدولي من يتعاطف مع تضحياتكم. وعلى قولة العراقيين، ما يحق جلدك مثل ظفرك. إرادة العراقيين لا تتحقق بدفع من الآخرين ولا بدعم من الآخرين، إنما يجب بجهوده، بتضافر جهوده، بقوة شبابه، هو الذي يفرض التغيير بالعراق. هذه الحقيقة التي انتهى لها العراقيين الآن. لا تستطيعون أن تقيموا أي تغيير في العراق بدعم دولي، إنما التغيير يجب أن يقوم به الشعب العراقي وبقواه الفاعلة، والاعتماد على الله ثم على أنفسهم في عملية التغيير. نعم دكتور فاروق، في أقل من دقيقة، هل ترى ثمة إيجابيات ربما مستقبلا على الوضع العراقي؟ والله يعني من الصعوبة جدا أن نجد أي ضوء في الأفق إلا من خلال الثورة الشعبية، ومن خلال تضامن جميع المحافظات العراقية مع ثوار تشرين للتوجه، سواء من خلال العصيان المدني، من خلال التظاهرات، من خلال مقاومة السلطة الجائرة الحاكمة بالبلد. هذا هو الشيء الإيجابي. فقط نقطة واحدة أريد أوضحها، أنه زيارة البابا لم تحظى بتأييد جميع المسيحيين العراقيين، وإنما كل الوطنيين الشرفاء الذين هجروا ذكروا للبابا أنه من التقيتهم يوم أمس هم قتلة المسيحيين. من تقف معهم الآن وتوجه قداسك من الموصل على يمينك وعلى يسارك هم قتلة المسيحيين وقتلة العراقيين. وهذه الأصوات سواء كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من السويد أو من ألمانيا أو من مختلف الدول، حقيقة أنا متابع لعدد كبير من هذه الأصوات اللي وجهت إلى البابا. شكرا لك دكتور فاروق الفتيان، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، ضيفي عبر سكايب من أثينا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك. وأيضا الشكر موصول للأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كان معنا عبر الهاتف من بغداد. وشكرا جزيلا لك أستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي العراقي، ضيفي في الاستوديو. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.